بسم الله والحمد لله. ربنا زين لنا الإيمان وبغر لنا النفاق والعدوان. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي. شوفك الروح الخيرية اللي تعمل جزء من البشرية. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنة يوم يقوم الحساب. أي مؤمن تلحق هذه الدعوة اللي متقبلة من لدن الله وهي نابعة من قلب وفي لرب العالمين، قلب لم يخضع لأي صنم بل كلم واحدا رغم الرياح الغير مواتية. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كان سيدنا نوح كذلك عليه السلام قال من دخل بيتي مؤمنا. احنا هنا نبينا ابراهيم عليه السلام قال للمؤمن كل موش من دخل بيته فقط. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى من شده البلاء الهول العياذ بالله. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. يلعب معك بشي التاكورد أنوت الريبي يضرب. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وهم كاذبون ونتبع الرسل وهم أعداء الرسل فكيف يتبعونهم ونتبع الرسول أولم تكونوا الرسول أي رسول وإلا الرسل هنا ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم إذا كرم ربي من قبل سواء كان عن طريق الملائكة عليهم الصلاة والسلام ولا عن طريق المولى سبحانه وتعالى مباشر ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال يعني ما كنتم تخرجوا من المكان أنتم فيه مكان الخسران وسكنتم في مساكن الذين ظلموا كانوا قد يسكنتم في مساكن الأمم الغابرة القرى الهالكة كانوا تعطوا بما لحقهم من عذاب من أخذ ربيع وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعلمه ويقوى عليه أن يرد عليهم بمثل ما مكروا وإن كان مكرهم ليزول منه الجبال مكر من القبح ومن الشدة الإذاء اللي تزول من الجبال لو مكر لك يوصل أن يطر على الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. قالوا ربي مش منتقم منين ليك؟ قالك أنا ما خافش ربي أنا ربي أنا نحبه وأنا ما عدمي. شكون هي قالك أنت وشكون قال مكش وهم كما أراد الشيطان بك وشكون قال مش لفك دون دو لفارين وما شابي بالك أنا أنت من أحباب رب العالمين ولهذا لا يأتيك العدو منه لا الدنيا ولا حياة برزخية ولا آخرة. إن الله عزيز الانتقام عزيز لا يقهر. يوم تبدل الموضع ربي ضد طول قوته وجبروته تطول كل من حاد على الطريق. يوم تبدل الأرض غير الأرض وذا من أهوال يوم النهاية. والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا أي مثلوا بين يدي الله للحساب وسيناقشون الحساب. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران لباسهم من أسوأ ما يكون لباس وتغشى وجوههم النار يعني ما تلفع وجوههم النار ونحي منها كالبهرج كان في الدنيا اللي كانوا يزينوا ويبرقوا المجر والمكياج في كل بمناسبة وغير مناسبة ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب سويفت أوند ريكونينج. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر نحن أولو الباب بفضل الرحمن اللي هو خلق كل بلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.